السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نضع بين أيديكم ورقة عمل خاصة بقواعد اللغة العربية لطلاب البكالوريا العلمي والأدبي، وسوف نقرأ على مسامعكم تلك الأمثلة. ألا فانتبه للأمر حتى ما تغفل، فكيف أقاوم سيف الزمان؟ وطني أين أنا ممن أود؟ هل دار الدهر الذي فرقنا؟ أحاضر أنت أم باد؟ أمهتجر من أنت؟ ما أنت قد وزعت روحك؟ وماذا سأكتب يا ابني؟ فما حيلتي يا قصيدة عمري؟ سوف نستخرج الأدوات الاستفهامية من أسماء وحروف ونبين محلها من الإعراب. الأداة الأولى هي حتى زائد ما الاستفهامية، ودمجت بكلمة واحدة ونقول حتى ما، وهنا ما تستخدم لغير العاقل، ومحلها في الإعراب في محل جر بحرف الجر، والجار ومجرور متعلقان بالفعل تغفل. فكيف هنا اسم استفهام جاء ليبين هيئة الفعل، وهو في محل نصب مفعول مطلق والتقدير مقاومة. أين هنا اسم استفهام وجاء للدلالة على السؤال عن المكان، وهو في محل رفع خبر مقدم. هل هنا حرف استفهام جاء لطلب التصديق، لا محل له من الإعراب. أحاضر هنا جاء عن طريق الحرف، وهو لطلب التصور ولا محل له من الإعراب. أيضا هناك اسماء استفهام من وما، من أيضا هنا جاءت للدلالة على العاقل، وما لغير العاقل، والإثنان في محل رفع خبر مقدم. ما أنت هنا اسم استفهام يأتي لغير العاقل مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. ماذا هنا اسم استفهام لغير العاقل، وهو في محل نصب مفعول به مقدم لأن الفعل لم يستوفي مفعوله. ما حيلتي هنا ما اسم استفهام تستخدم لغير العاقل، وهنا جاءت في محل رفع مبتدأ. حدد أداة النفي واذكر فائدتها فيما يأتي. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي، أطفال دشرين ما ماتوا ولن طفأوا، لعل وصالا منهم بعد نئهم إوا في المعنى لا عدمت وصالا، بدأ الشتاء ولما تمطر بعد، ليس حزن النفس إلا ظل وهم لا يدوم. الأداة لن تري هنا لن تفيد نفي حدوث الفعل المضارع بالمستقبل، لم تعطر هنا لم تفيد نفي حدوث الفعل المضارع بالزمن الماضي، لا يموت هنا لا تفيد نفي حدوث الفعل المضارع، ما ماتوا ما تفيد نفي زمن حدوث الفعل الماضي، ليس حزن النفس هنا ليس تفيد نفي مضمون الجملة الاسمية، لما تمطر هنا لما تفيد نفي حدوث زمن الفعل المضارع في الماضي مع استمرار النفي لزمن التكلم وتوقع حدوثه بالمستقبل. استخرج المصدر المؤول مما سيأتي واذكر محله من الإعراب. هل درى الدهر الذي فرقنا أنه فرق روحا عن جسد، وطني حتى ما ترتد الصبا دون أن تحمل من سلماي رد، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الزمن، حرام علينا أن ننال لبانة، وهذا الزمان النكد صال وجال. أحاول ألا أصدق أن الأمير الخرافي توفيق مات. المصدر المؤول أنه فرق، هنا المصدر المؤول في محل نصب مفعول به للفعل درى، أن تحمل المصدر المؤول هنا في محل جر بالإضافة، أن يفنى المصدر المؤول من أن والفعل الذي بعدها في محل جر بالإضافة، أن ننال المصدر المؤول من أن والفعل الذي بعدها في محل رفع مبتدأ مؤخر، ألا أصدق المصدر المؤول من أن والفعل الذي بعدها في محل نصب مفعول به، أن الأميرة
توفيق مات هنا المصدر الأول في محل جر بالإضافة. اعرف كم الخبرية التكثيرية فيما يأتي وبين السبب، وكم نبغت فيها رجال أفاضل فلما دهاها العسف عنها ترحلوا كمهجة إثر التراب دفينة عصفت مصفقة بغير وريدي. يقولون لي ما أنت إلا مخالط بعقلك، كم تذري الدموع سجالا، كم بينما تلفظ الأسياف من علق وبينما تنفث الأقلام من حكم. الأداة كم هنا بقوله كم نبغت خبرية تكثيرية، إعرابها طبعا هنا اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كم مهجة هنا خبرية تكثيرية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كم تذري خبرية تكثيرية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كم بينما تلفظ الأسياف هنا خبرية تكثيرية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. السؤال حول كم الخبرية إلى استفهامية ثم أجري التغيير اللازم، كم مهجة إثر التراب دفينة. هنا كم الخبرية عادة يأتي بعدها مضاف إليه، أما كم الاستفهامية يأتي بعدها تمييز نكرة منصوب على نصبه الفتحة، فنقول كم مهجة إثر التراب دفينة على الإعراب كلمة أبي فيما يأتي بعلامة إعراب أصلية، وطني ما زلت أدعوك أبي وجراح اليتم في قلب الولد. السبب هو إسناد أبي إلى ياء المتكلم، فعملت معاملة الاسم العادي مفعولا به منصوب بالفتح المقدر على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور ياء اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، والياء ضم المتصل مبني في محل جر إضافة. حدد أركان أسلوب الشرط واذكر نوع الأداة ودلالتها فيما يأتي. وكم نبغت فيها رجال أفاضل فلما دهاها العسف عنها ترحلوا، إذا سكت الإنسان فالهم والأسى، وإن هو لم يسكت فموت معجل. أكلما هبت الأرياح خافقة تجر في ذيلها أنفاس ريحان، تلهو الرياح به فإن سكنت فتحت عليه ثقوبها السحب. إذا القوافي أبت يوم المطاوعة نحوت في خطرات الشعر من حاكي، لو أنصف الناس كان الفضل بينهم بقطرة من مداد لا بسفك دم. الجمل فلما دهاها العسف عنها ترحلوا، الأداة هي لما وهي شرطية غير جازمة دلالتها لظرفية زمانية، أما فعل الشرط فجملة دهاها الفعلية، وأما جوابه وهي جملة ترحلوا الفعلية. إذا سكت الإنسان فالهم والأسى، الأداة هي إذا، نوعها ظرفية غير جازمة دلالتها ظرفية زمانية، فعل الشرط هو جملة سكت وجوابه الجملة الاسمية فالهم والأسى. أكلما هبت الأرياح خافقة تجر في ذيلها أنفاس ريحان، الأداة هي كلما وهي شرطية غير جازمة، أما دلالتها ظرفية زمانية وفعل الشرط جملة هبتي والجواب هو جملة تجر الفعلية. فإن سكنت فتحت هنا الأداة هي إن وهي شرطية جازمة تدل على تحقق وقوع الفعل، فعل الشرط جملة سكنت الفعلية وجوابه جملة فتحت. لو أنصف الناس كان الفضل بينهم، الأداة هي لو وهي شرطية غير جازمة وهي حرف امتناع، امتناع الامتناع، فعل الشرط هي جملة أنصف الفعلية وجملة حدد جواب الشرط وبين سبب اقترانه بالفاء، واعرب جملة جواب الشرط بقولنا فالهم والأسى فموت معجل. جملة جواب الشرط فالهم والأسى سبب الاقتران بالفاء لأنها جاءت جملة اسمية، وإعراب جملة جواب الشرط هنا غير الجازم مقترن بالفاء لا محل له من الإعراب. فموت معجل سبب الاقتران بالفاء جملة اسمية، إعراب جملة جواب الشرط هنا غير الجازم مقترن بالفاء لا محل له من الإعراب. هاتي أشكال أسلوب الأمر من الأفعال الآتية: أنصف، يبني، وقف، وقال، ويستيقظون. فعل الأمر من أنصف أنصف،
فعل مضارع مسبوق بلام الأمر لتنصف مصدر نائب عن فعله إنصافا بالدهر. الفعل المضارع يبني، الأمر منه ابني. طبعا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر نقول لتبني، مصدر نائب عن فعله بناء. الفعل الماضي وقف، الأمر منه قف. فعل مضارع مسبوق بلام الأمر لتقف، مصدر نائب عن فعله وقوفا. الفعل الماضي قال، الأمر منه قل. المضارع المسبوق بلام الأمر لتقل، مصدر نائب عن فعله قولا. الفعل المضارع يستيقظون، الأمر منه استيقظوا. والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر لتستيقظوا، ومصدر نائب عن فعله استيقاظا. أكد ما تحته خط توكيدا معنويا واضبطه بالشكل فيما يأتي. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. نقول لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه كليهما قبضة المغتصب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. الجواب قد عرفنا مهرك الغالي ذاته فلم نرخص المهر ولم نحتسب. صحبي دع النسمات الميس تلمسني فقد عرفت بها أنفاس كثباني. الجواب صحبي دع النسمات الميس كلها تلمسني فقد عرفت بها أنفاس كثباني. وليس يرويك إلا نهلة بعدت من ماء دجلة أو سلسال لبناني. الجواب وليس يرويك إلا نهلة بعدت من ماء دجلة عينه أو سلسال لبناني. لو أنصف الناس كان الفضل بينهم بقطرة من مداد لا بسفك دم. الجواب لو أنصف الناس كلهم كان الفضل بينهم بقطرة من مداد لا بسفك دم. ميز المفعول المطلق من نائب المفعول المطلق فيما يأتي. صبرا على الأيام إن عبست هيهات يفرج ضيقها غضب. صبرا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اصبر صبرا. بني رويد عذلك إن شجوي لمما قد أحل بنا القضاء. الجواب رويد مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب على نصبه الفتحة. فجئت إليهما أمشي الهوينا كمشي الشيخ أعجزه العناء. الهوينا نائب مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة المقدرة على الف التعذر. الآن قد انتهينا من دراستنا لورقة العمل في قواعد اللغة العربية لطلاب البكالوريا العلمي والأدبي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.